موجات من النقد مكثفة بتبقى موجهة ليكي في كل الجرايد تقريبا. دي يا خلاص فاتت، دي ما فاتت. زعلتنيش قوي. لا طالما في حب الجمهور ما خلاص، دي بسيطة، لأنه قبل مني حصل لغيري كده، ومش ما بتتضايقيش أول من واحدة ولا آخر واحدة. لا أنا بقول لك بزعل من التجريح. يعني احيانا بعض الكتابات كانت تحاول دايما تقول انك انت بتغني بصوت عالي وبتاع. بزعل زي الأستاذ رياض بتزعل. صنباطي. من الأستاذ رياض صنباطي طبعا تعبت، لأني بعز الأستاذ رياض صنباطي، كنت بقدسه يعني. كان عندي عبد الوهاب ورياض، أنا قمتين. يمكن مسميه رياض ابنك لا ده على مش رياض يمكن، ده السنباطي. أكيد، عشان كده سامحت له لما غلط فيا، لأني ما أقدرش أزعل من رياض أبدا. انزعجتي بس لما رياض السنباطي قال، ولا لما بعض غيره الصحفيين ما، خدوا الكلام ده لا وقالوا؟ لأنه صحفي أولا وأخيرا يعني، يعني أكيد صحفي مش هيعرف أكتر من مليون نفر يجي يسمعني، مش كده؟ وإنما رياض ما عرفش، أصلي لحد دلوقتي مش فاهمة، إنسان عمل لي أكتر من 15 غنوة يجرحني كده، دي صعبة. إنما أي صحفي لا، بصراحة ممكن تقولي البليغ انه اللحن الفلاني ده مش حلو وغيره، لحن لما يعمل الغير، لك لحن ليكي انت. لما يعمل لي لحن أنا يغير، ده دايما لما بيعمل لي حاجة اللي هي كل نوتة بيعملها لازم أكون جنبه، فبالتالي هو بيحس في وشي على طول أهلي مش حاسة بيه. من غير ما تقولي طبعا يعني عشان يعرف كده انت بقول لك، حتى لو بليغ ما كانش جوزي هشتغل معاه كتير قوي، ده اكيد يعني، يعني، نقول عشان الناس انسب. يستريحوا يعني. لو بعيد الشر لا سمح الله حصل انفصال، برضه هشتغل كتير مع بليغ. يعني ما يخلوش الامر من انه يحدث توترات بينك وبين فؤاد من وقت لاخر. لما طبعا بيبقى في توتر بينكم بينعكس اشتغل ده احسن، على اشتغل احسن مش ممكن. وحياة ربنا، عشان بيبقى عايز يصالحني فبيقعد يدلعني اكتر في الشغل. تحس انت وهو بيؤدي طبعا كده بانه طبعا يعني عامل حتت زياده، يبص لك نظرات كده على نظرات. المسرح ما هياش في وانا النص. كمان بعمل كده برضه. وانما بعد كده تخش كل واحد اوضته قالوا اوضته، وزعلانين قالوا بره. عاملين زعلانين، بس لا يعني مش بي مش بي طلعنا طيبين جدا فؤاد وانا الحقيقه يعني، مش عارف يعني، ساعات نزعل وننسى. انا والله العظيم بنسى، اقول يا رب انا مخصمه ليه، وافضل افتكر وبعدين انسى. هو نفس الحكاية بينسى. لا هو يعني انا اكتر بنسى يعني، هو بياخد يعني، انا اللي بصالحه اكتر. معروف ان هو يعني بيضحك الممثل اللي معاه على المسرح، اي يعني عنده قدرة اي على اضحاكه. اي وده بيعمله معاكي برضو، ساعات بيجيب نتيجة يعني، بيقدر ان هو بيقدر يخرجك بيقدر اصل هو فؤاد عنده حاجة غريبة جدا يمكن محدش يعرفها كتير، عنده دراعه الشمال وعينيه، لو بصلك في عينيك قوي كده يا تتخض مثلا وانت واقف يتهيألك فيك حاجة مقطوعة، الواحد يعني عنده عينيه لما بيركزها يا وايديه ويبتدي بقى يشغل ايده الشمال وعينيه ويعملها وتحمر، معرفش ازاي، تخليك لازم تسخسخ من الضحك. بعد ماجدة ما دخلت تجربة التلفزيون كتجربة تعملها كل سنتين مرة أو كل 3 سنين مرة، ده ما نخليهاش انها تقرب شوية من ميدان اخر برضو من ميادين الفن اللي هو المسرح؟ لا الحقيقة انت يعني زي ما قلت لك، هو الوقت بالنسبة لي صعب لاني مش لاقياه. المسرح برضو عاوز جهد، يمكن ادي اللي بعمله كمان مرتين ووقت، وفين الجهد والوقت اللي هقدر اديه للمسرح؟ يضاف إليه أنا أحب أتفرج على المسرح بس ما أحبش أشتغل فيه. يعني هتظلي مشاهدة للمسرح مشاهدة، إنما مش إنما واحدة منه. لا مش واحدة منه، لأن أولا أنا مش غاوية أكون على المسرح، مش هوايتي الأساسية. ثانيا وقتي ومجهود مش هقدر أديه. يعني أنت تفضلي إنك الوقت اللي يكون عندك تأدي فيه أو تشتركي فيه في فيلم، عن إنك طبعا انا افضل الفيلم، هو اوسع انتشارا وبالنسبه لي بيرضي هوايتي الفنيه وبيديني كل متطلباتي وكل اللي انا عاوزاه في حدود كمان وقتي. يعني ممكن ااجل الروايه، ممكن اعملها الشهر الجاي، ممكن اخد بعد شهرين ثلاثه. المسرح بيبقى له وقت محدد، لا اقدر ااجله من الساعه كذا للساعه كذا، ولا اقدر اعيا كمان. السينما بتحظى بكلام منك اكتر من المسرح، يعني ايه؟ لو انك بالليل او يوم عندك الشغل بالليل
وقدامك انك تختاري ما بين مسرحية او فيلم، تبص تلاقي الاول بتدوري على انه الاحسن في الفيلم ولا في المسرحية؟ على حسب جودة العمل، يعني اذا كان في مسرحية جيدة طبعا لازم اروح اتفرج عليها، وبتبقى امتع بقى. يعني الحقيقة مشاهدة المسرح بتبقى امتع. بدل اتنين في مستوى واحد الاثنين، ما على حسب بقى الظروف او على حسب انه احسن. يعني متابعتك للسينما ما بتحظاش بالاهتمام بحكم يعني انك انت سينمائية؟ العمل السينمائي يشدك اكتر من اي مجال تاني، والعمل المسرحي انا استفيد منه اكتر ما اتفرج على السينما كمان. ازاي استفيد؟ من خلال الفنانين او الممثلين هما بيمثلوا بستفاد منهم، لكن انا في السينما يعني لحد ما ببقى جمهور اكتر من عين فنانة مدققة مثلا، لان ما بستفادش انا، بستفاد كفيلم او كموضوع.